بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. يا غائبا عني نفيت رقادي، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. يا أكرم من يوسف، يا غائبا عني نفيت رقادي، أتراك في رضواع كفت مناجيا، أم في طوى تنعى جدودك باكيا، ما بين مسموم ومنحور قضى أجدادك. إي والله ندبتك جمعتك الحزينة سيدي، أقصدت طاغى أم بقي على الغرقدي، أقصدت طاغى أم بقي على الغرقدي، أم في الغري تزور صنو محمدي، أم جئت سامرا أم طوس الرضا، وين أنت سيدي؟ غائباً عني نفيت رقاديا، تراك في رضواع كفت مناجيا، في طوى تنعى جدودك باكيا، ما بين مسموم ومنحور قضى. ندبتك جمعتك الحزينة سيدي، قصدت طاها أم بقيع الغرقدي، أم في الغري تزور صنو محمدي، أم جئت سامرا أم طوس الرضا. يا نفسي فداك، أهل شهدت الكاظمة، نفسي فداك أهل شهدت الكاظمة. يا زرت الدجيل أم انتحيت القاسمة؟ أنا حللت أراك تبكي فاطمة، أنا حللت أراك تبكي فاطمة، فمصابها أصل لنيران الغضب، ومصابها أصل لنيران الغضب. سيفك يرتجيك لتعجلا، لتعجلا، فحسين مذبوحا قضى في كربلاء، ملقا ثلاثا بالعرامى غسلا. يا ليت شعري كيف بات مرضرضا، يا ليت شعري كيف بات مرضرضا، بدل الدموع عيونك انسكبت دما، ولا أبكين عليك، بدل الدموع عيونك انسكبت دما، حزنا على من قيدوها كالإمام. بالسوط تضرب إن دعت حامل الحمى، فارفع لواء الثأر يا ابن المرتضى. يا إمام زماننا، فارفع لواء الثأر يا ابن المرتضى. ردت الهل بهلي الطارج، والله ردت الهل بهلي الطارج، خيال وعلى الخيل سابج. حس شهاي ما لهنة، ردت الهل بهلي طارج، خيال وعلى الخيل سابج، يصل المدينة بقلب خافج، يصرخ وهو من الغيظ هايج،
يا آل هاشم موش لايج موش لايج تغضون عن سل البوارج. والله يا آل هاشم يا آل يا آل هاشم موش لايج تغضون عن سل البوارج وحسينكم بدماه غارج. واسف عليك يا أبا عبد الله. يا أبا وحسينكم بدماه غارج عفت على الغبرة يعالج. يا بني هاشم واللي يخلي القلب لايج بنات التعلى بالمعارج. والله بالمعارج عقب الخدر قالة وخوارج. يا وصفة يا بعقب الخدر قايلة وخوارج وسار الضعن والشمر سايج. شلون يصير يا با والشمر سايج والنوق ما بيهن هوادج. يا با والنوق والنوق ما بين وادج تسترها عن عين الخلايج. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. البارحة قلت بخدمة الأحبة ما ملخصه باختصار شديد حتى ما كان حاضر يعرف شنو قلنا ولما نكمل، والكان حاضر هم التكرار فيه فائدة إن شاء الله تعالى لي وللأحبة. البارحة قلت بخدمة الأحبة مشكلتنا مع التكفيريين الذين هدموا مراقد البقيع، مشكلتنا وياهم أساسها في معرفة الله وفي توحيد الله. أساس مشكلتنا وياهم في معرفة الله من جهة وفي توحيده من جهة أخرى. وقلت قضية أخرى هم بخدمة الأحبة، أن مشكلتنا معهم في هذا العالم عالم التوحيد والمعرفة مو مشكلة سطحية، مشكلة عميقة وعويصة بنفس الوقت. يعني ما يكاد يخلو مجال من مجالات معرفة الله وتوحيد الله من مشكلة عميقة لنا معهم في هذا المجال، صدقوني. وهذه المشاكل سببت ما سببت من يعني تحليل للدم الحرام وهتك للعرض الحرام وتهديم للمراقد اللي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كما ذكر القرآن الكريم وغير ذلك من مشاكل كثيرة. ذاك أولها، ولليوم احنا نعيش بعض مشاكلها في الواقع. ولهذا حبيت بذن الليلتين أن أشخص بعض مشاكلنا معهم في مجال معرفة الله وفي مجال توحيد الله اللي سببا مشاكل كثيرة. واحدة من هذه المشاكل ما جرى على مراقد أئمة البقيع عليهم السلام. هذا هو خلاصة الفكرة اللي بدينا بها البارحة وما كملناها، والليلة نريد نكملها إن شاء الله تعالى. الأحبة متهيئين لهم خلق نكمل نبدي. والبارحة لما بدينا بمعرفة الله، لما بدأنا بمعرفة الله شخصت مشكلة أساسية في مجال معرفة الله بيننا وبينهم، منهجية أساسية اللي هي معرفة الله منين نأخذها؟ منين نأخذها؟ إذا ما أخذناها من مكانها اللي شخص القرآن واللي شخص النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام راح يقع المسلمون في مشاكل كثيرة، ووقع المسلمون في مشاكل كثيرة. والبارحة على الأقل شخصنا كم مشكلة؟ 5 الإخوة يتذكرون، شخصنا 5 مشاكل في مجال معرفة الله لما المعرفة أخذت من غير أهلها. وهاي المشاكل 5
وقع فيها أكثر المسلمين من غير أتباع آل البيت. وسبب عدم وقوع أتباع آل البيت في هذه المشاكل الخمسة هو أخذهم للمعرفة من مكانها الصحيح اللي رب العالمين دلهم عليه، كما في سورة الصافات وغير سورة الصافات. أنا أريد أقول لكم بعض شيء حتى أجد توحيد الله. أنا قارئ رواية إن لم تخني الذاكرة في الكافي الشريف لثقة الإسلام الكليني رحمه الله، المدفون في بغداد طبعا، بس مطالعة قديمة أنا ذاكرت تقول لي بالكافي، بعد كون الراجع ونتأكد، إذا مو بالكافي فهي في مصدر أيضا من مصادرنا المهمة القديمة في الواقع، أنه واحد يدخل على إمامنا الصادق بس التفتوا لي، يقول لي يا ابن رسول الله احنا بكل شيء نحتاجكم، يعني كل شيء يكون نرجع لكم. الإمام قال له إيه، انتوا بكل شيء تحتاجونه، بكل شيء يكون ترجعونه. قال للإمام ايش معنى يعني بكل شيء يكون نرجع لكم يا ابن رسول الله، ايش معنى يعني، عود ليش، واحنا عندنا عقول عندنا، ايش يعني معنى؟ الإمام عليه السلام قال له انتوا من تقطعون الصحراء تحتاجون الى دليل يدلكم على الطريق يوم تحتاجون. تقطعون الصحراء الان حتى بزمننا الحاضر، سابقاً هسه يأجر له فالدليل يعطي فلوس يقول له عبرني هاي الصحراء. الآن إحنا عدنا الجي بي أس، خو هذا هم دليل يعني، بالنتيجة الجي بي أس تحتاجه، ولما تروح لأي واحد تقول له دز لي اللوكيشن ما يسموه، وعلى أساس أنت هاي الجي بي أس هم تصل له، دليل يعني أكو دليل يدلك. قال له تحتاجه؟ قال له نعم نحتاج إلى دليل يا ابن الرجل. الإمام قال له طرق السماء أوسع من طرق الأرض، فأنتوا إذا بطرق الأرض تحتاجون إلى دليل يدلكم، طرق السماء شلون ما تحتاجون إلى دليل؟ شلون ما يحتاجون إلى دليل؟ ولهذا أمير المؤمنين يسألوني قبل أن تفأني بطرق السماء كذا، يقول عليه السلام كلمة مقصودة يظهر من خلال هاي الرواية، إذا تخليها بصف هاي الرواية كلام أمير المؤمنين هم مقصود بعناية ودقة يعني في الواقع. كل شيء يكون نرجع للي رب العالمين قال لنا ارجعوا لهم، هو رب العالمين قال لنا ارجعوا لهم، هو قال لنا ارجعوا لهم وخذوا منهم في الواقع، وبين عصمتهم، هم ذول اللي قالوا لنا ارجعوا لهم بين عصمتهم وعدم خطأهم. غيرنا وقع بهاي المشكلة المنهجية، ولهذا تشوفون عند مشاكل كثيرة في هذا المجال وغيره. طبعا أنا شخصت خمس مشاكل من خلال عناوينها الكبار، ما بين هاي العناوين هم أكو مشاكل جزئية هم وقعوا بيها كثيرة من دون أمتنا عليهم السلام، مشخص بعضها على المنبر سابقا، وأكثر رواياتها موجودة في توحيد الشيخ الصدوق رحمه الله، اللي أنا دائما أقول للشبابنا اقروا توحيد الصدوق، القوا نظر عليه، حتى إذا بعض الروايات ما تفهموها بعضها تفهموها، سألوا عنها أهل الخبرة أهل الاختصاص. خلاصة توحيد الصدوق من الكتب اللي أشوف ضرورة أن جمهورنا يقرأها، هاي من الكتب اللي أشوف أكو أهمية لقراءتها، أكو ضرورة لقراءتها، حتى تشوفون عظمة توحيد الله ومعرفة الله عندنا نحن أتباع آل البيت، أتباع النبي وآل البيت والقرآن الكريم. عظيم هذا كتاب الصدوق، فيه علم كثير في هذا المجال. وأنا يا إخوة يا أحبة لما أتكلم عن معرفة الله قاعد أتكلم عن أصل الأصول. أكو شيء أعظم من معرفة الله؟ جاوبوني. أكو شيء عندنا أعظم من توحيد الله؟ حتى صاحب الميزان عنده كلمة معروفة وكلمته صحيحة للإنصاف، صحيحة، يقول صاحب الميزان، هاي كلمته معروفة يعني، بل أكو هو نظريته بالميزان هم هاي الكلمة دوم يكررها بميزانه، وكأنه باني ميزانه على أساس هاي النظرية اللي هو معتقد بها وهي صحيحة. صاحب الميزان عنده كلمة مشهورة مكررها بميزانه هواي، يقول أصول كل معارف القرآن ترجع للتوحيد ولمعرفة الله، كلها نبوتها إمامتها معادها كلها كلها، كل حتى الأخلاق، كل معارف القرآن ترجع بالنتيجة لمن؟ معرفة الله، توحيد الله. فإذا كان الإنسان عنده مشكلة في أصل الأصول، بقية الأمور تصير عنده مشكلة بها، يوم تصير عنده مشكلة بها، تصير عنده مشكلة بها. ولهذا تشوفون إمامنا الهادي خلي البداية هم من أراد الله بدأ بكم،
واي تعبير دقيق بالجامعة الكبيرة لإمامنا العاشر، واي تعبير دقيق، من أراد الله بدأ بكم، حتى الانطلاقة تكون صحيحة، إنسان يضع قدمه في مكان صحيح، البداية تكون صحيحة، المقدمة تكون صحيحة، فالنتائج بعدين تكون صحيحة. أما إذا كانت بدايته بيها مشكلة، النتائج راح تكون. من أراد الله بدأ بكم، واي تعبير دقيق للإمام العاشر عليه السلام، ويدل على عظمة هذا الإمام. أنا دائما أقول لو لم يرد عن إمامنا العاشر إلا زيارة الجامعة لبان بيها فضل ومقام وعلم وإلى آخره، لو بس هاي الزيارة، فكيف إذا أضيف إلى بقية تراثه وما صدر عنه وأفعاله وأقواله، زيارة أمير المؤمنين بالغدير لإمامنا الهادي اللي هي من أعظم زيارات أمير، وهكذا وهكذا. مثلا من تجون التوحيد الصدوق تشوفون أمتنا عليهم السلام يشخصون مشاكل كثيرة في معرفة الله وقع بها غيرنا ويصححوها الغيرنا. يعني مثلا على سبيل المثال، واحد يدخل على إمام من أمتنا وأظنه الصادق وهو أحد أمة البقيع، وحمد الله أمام الصادق، قال الحمد لله منتهى علمه، الإمام قال له غلط، حكايتك غلط، هذا حمدك لله غلط. قال له شلون يا ابن رسول الله؟ قال وهل لعلم الله منتهى؟ غلط. قال له شنو أقول؟ قال قل الحمد لله منتهى رضاه، هاي صح، أما منتهى علمه هاي شنو؟ غلط. العلم من الصفات الذاتية اللي الآن شوية أتكلم عنها إن شاء الله تعالى. من دونهم كانوا بأبسط الأمور يخطئون، بأبسط الأمور كانوا يخطئون من دون أمتنا عليهم السلام. دعاء ما يعرف يرتب، يرتب له دعاء يطلع بمشاكل كثيرة وأخطاء كثيرة. رواية الله أكبر معروفة، الإمام قال له شنو معنى الله أكبر؟ قال له أكبر من كل شيء، قال له حددته، لأن أكبر من كل شيء هو كل شيء إلى حد وما إلى حد باستثناء الله إلى حد، فالله أكبر من هذا الشيء بهذا الحد، فلما يصير أكبر منه يعني هو أهم شنو؟ هو أهم إلى شنو؟ أهم إلى حد. يعني أنت من تقول هذا أكبر من هذا على سبيل المثال، وبالنتيجة صار حد أكو، حتى للأكبر صار أكو حد، حددته. قال له إذن شنو الله أكبر؟ قال له أكبر من أن يوصف، هاي أكبر من أن يوصف حقيقة قرآنية، سبحان الله عما يصفون، سورة الصافات، سبحان الله الأكبر من يوصف، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. هؤلاء الله عرفهم المعرفة الأعلى الأفضل الأكمل، هم هم يعرفون الخلق على قدر طاقتهم وتحملهم بهالشكل. هذا على مستوى معرفة الله والمشاكل الخمسة اللي وقع فيها المسلمون. تعال على مستوى توحيد الله، أحباب التفتوا لي شوية، تعال على مستوى شنو؟ توحيد الله. أنا قلت البارحة بخدمة الأحبة ولو على نحو الفهرسة، توحيد الله أكو عندنا شيء يعني عنوان اسمه توحيد الذات. توحيد الذات بمعنى أن الله تعالى لا مثل لا مثيل له ولا شبه له ولا 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 ولا. وطبعا هذا القرآن الكريم يتفنن ببيانه من خلال شبكة آيات في مبثوثة في عدة سور، وبيان كل ذلك يحتاج إلى وقت مفصل لا أملكه في الواقع. أكو عندنا شيء اسمه توحيد الذات، وأكو عندنا شيء اسمه توحيد الصفات. توحيد الصفات اختلفنا بيها إحنا وغيرنا، البحث هنا هو بحد ذاته بصعوبة، أنا راح أحاول أبين بأكثر أكثر شيء أقدر يعني أسهل بيه، بس بعد ما أعرف شلون، هو بحد ذاته بصعوبة، أحاول أسهل قدر الإمكان قدر ما أستطيع. إحنا هاي توحيد الصفات بالنسبة لله تعالى عندنا مشكلة بيها ويا غيرنا، ومشكلة غيرنا بتوحيد الصفات مشكلة صعبة الحل، كلش هم صعبة الحل كما الآن راح أبين بخدمتكم، بس أريد شوية انتباه، مو هواي شوية. إحنا نعتقد صفات الله، توحيد الصفات بمعنى أن صفات الله الذاتية هي عين ذاته، مو زائدة على الذات، هي عين ذاته. غيرنا يقول لا مو عين ذاته، زائدة على الذات. قلنا لهم من زائدة على الذات هنا أنا أكو مشكلة، أنتم بين محذورين
وذني المحذورين صعبات وما تتخلصون منهن وبيهن مشكلة. شلون؟ احنا نقول صفات الله الذاتية عين ذاتي، مثل الله عالم صفة ذاتية، الله قادر صفة ذاتية، الله حي صفة ذاتية. في قبال هاي الصفات يعني اللي في مقابلها ما يصدق على الله هي صفات ذاتية، بعكس الصفات الفعلية اللي هي خالق رازق غير ذلك. زين، احنا نقول هاي عين الذات، غيرنا يقول مو عين الذات. اذا ما يقول مو عين الذات اكو لوازم خطيرة راح تتبع نظريته، وهاي اللوازم مشكلة كبيرة بيها. تقولي مثل شنو اللوازم؟ اوضح بخدمتكم. العلم مو عين الذات بالنسبة لله على نظرية الآخرين. زين، رب العالمين قبل لا يوجد العلم إن لم يكن موجودا شنو كان؟ لا 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 أبدا، أصلا هاي في قبالها أنا ما أحب تقولها بلسانك، نحفظ الأدب مع الله تعالى، بس هذا الشكل أقول هي بعد واضحة بذهنك شنو يعني العلم إن لم يكن صفة ذاتية لله تعالى. هو العلم كان موجود من القدم ورب العالمين اتصف به. هو إذا قلنا بذلك صار القديم واحد يوم متعدد. العلم إذا لم يكن ثم أوجده الله تعالى، هو رب العالمين قبل لا يوجده شنو كان؟ وإذا كان العلم موجودا منذ الأزل القدم وهو غير رب العالمين، هو صار أكو قديم واحد وصار أكو تعدد القدماء. زين، الحل شنو؟ مشكلة. أنت من تقول هاي الصفات الذاتية مو عين الذات كما تعتقد، أما أنا أقول هاي عين الذات، أنت تقول مو عين الذات. زين، لما مو عين الذات ما كانت موجودة ورب العالمين أوجدها، خول حي قبل إيجاد الحياة شنو كان؟ القادر قبل إيجاد القدرة شنو كان؟ العالم قبل إيجاد العلم شنو كان؟ وإذا كانت قديمة من الأزل وهو اتصف بها، خو ما عاد القديم واحدا، صاروا اثنين قدماء عندنا، قديم اسم العلم وقديم الله. زين، تقبل بتعدد القدماء؟ فالقضية منين ما تنظر لها بها مشكلة. ولهذا أمتنا من البداية عليهم السلام قالوا أن الصفات الذاتية هي شنو؟ هي عين الذات. ما عندنا كل مشكلة إحنا بالموضوع، أما أنت لما تعتقد بهالشكل عندك مشكلة بهذا الجانب، والمشكلة عويصة كبيرة والتخلص منها صعب جدا. خلي أقول لكم هنا شيء آخر، بس قبل لا أقول شيء آخر تعبت لو أكمل، ولعله شوية البحث يصير بيغثة هنا، بس جميل مفيد يبين لك أصل الأصول بمشكلة من دون النبي وآل عليهم السلام، ما بالك ببقية التفاصيل والتفرعات وغيرها. بس انتبه لي شوية، حتى على مستوى الجبر والمسلمون اللي يعتقدوا بالجبر اللي البارحة بينت هاي إحدى المشاكل اللي وقع فيها المسلمون من غير أتباع أهل البيت، حتى على مستوى الجبر المسلمون اللي اجوا يعني المتقدمين، خلي عبر المسلمون المتقدمون، كانوا يقولون جبر من دون النظر الى لوازم هذه النظرية الخطيرة من ضرب العدل وغير ذلك. المسلمون علماء المسلمين المتأخرين لما نظروا للوازم الخطيرة تترتب على الاعتقاد بالجبر ومشاكل الجبر، لما التفتوا الى ذلك والامر صار عندهم واضح، رادوا يتخلصون من هذه اللوازم الخطيرة، فأسسوا نظرية عبروا عنها بنظرية الكسب. الطريف حتى يتخلصون من الجبر ولوازمه، وهم من جهة ما يقولون ماكو جابر، فيصيرون حالهم حال الروافض والمعتزلة، ومن جهة أخرى ما يقولون أكو جبر بشكل صريح لأن أكو لوازم خطيرة بالموضوع شلون يتخلصون منها، جابوا نظرية عبروا عنها الكسب حتى شوية يتخلصون من هالمشكلتين ذني وما يردون يوقعون بوحدة منهن. الطريف هاي النظرية جابوها اللي رادوا يتخلصون بها من الطرف وذاك الطرف
إلى الآن هم ما فاهمية، بحيث أنا شفت كثير، لعله بعض الإخوة يقول هاي مثلا مبالغة بكلامي، والله مو مبالغة، أقدر أجيب المصادر وياي أشهد الله على ما أقول، وأهل العلم ومجلسنا بأهل العلم يعرفون شنو أقول، وشبابنا بإمكانهم مراجعة هاي النظرية ويشوفون هم علمائهم يردون يفهموها مفاهمها، بحيث كثير من علمائي من المتأخرين أنا قرأت لهم قالوا المشكلة ما قاعد نفهم هاي النظرية شيء، ما قاعد نفهم شي يردون، يعني هو لو جبر يوم مو جبر، أما نظرية بالنص بهاي الطريقة اللي طرحوها ما مفهومة عندنا، ما مفهومة عندنا. أما إحنا أتباع علي البيهلي من البداية تخلصنا من الجبر من جهة ومن تفويض المعتزلة من جهة أخرى، وحافظنا على عدل الله من جهة وعلى سلطانه من جهة أخرى بموازنة دقيقة لا تأتي إلا من معصوم. هذه مسألة أتباع أهل البيت كم يلتفتوا لها حتى يعرفون قيمة الانتماء لهم، قيمة الانتماء لعدهم النبيهم وآل عليهم السلام، أنه إحنا مو قضية يعجبنا أن أمشي برا زيد وما يعجبني أمشي برا عمر، لا مو الشكل، قضية أكبر وأعمق وأخطر وأثقل، مو الشكل. هسه على مستوى توحيد الصفات أكو مشكلة، لما تقول صفات الذاتية مو عين ذاتك وعندك مشكلة، المشكلة يو تعدد قدماء، المشكلة تنسب إلى الله تعالى ما هو منزه عنه، أكو عندك مشكلة، أنت بين محذورين، إما أن تقول مثلنا وأنت بين محذورين، أكو مشكلة يعني، والمشكلة مو بمسألة بسيطة، مسألة أساسية، توحيد الله تعالى، توحيد الصفات. هو أكو عندنا توحيد ذات، أكو عندنا توحيد صفات، أكو عندنا توحيد عبودية. هنا أنا التفتوا لي، أكو عندنا توحيد شنو؟ وهنا أنا عندنا مشكلة كبيرة مع التكفير في هذا التوحيد ومعرفة هذا التوحيد، مشكلة عويصة، وهي هاي المشكلة من آثارها ما ترونه الآن، التطرف، هدم المراقد، قتل الناس الأبرياء، اتهام الناس بالشرك والكفر بالجملة وغير ذلك. هذا أكو عندنا توحيد عبودية، هذا توحيد العبودية إحنا من البداية نظرنا له بشكل سليم وعرفناه تعريفاً جامعاً مانعاً شاملاً كاملاً، فوصلناهم إلى نتائج صحيحة، غيرنا نظر له بنظرة أحادية جزئية فرتب على نظرته هذه فتاوى عملية وآثار عملية خطيرة ومرعبة في الواقع. التوحيد اسمه عبودية. هسه تقول لي شنو تعريفنا وفهمنا إله، وشنو تعريفهم وفهمهم إله، حتى الصورة تصير عندي واضحة. لا بأس. إجا المتطرف منك بس التفتوني، قال يا ذا كل تذلل، كل شنو؟ تذلل لغير الله تعالى هو يعتبر شنو؟ عبادة. الذاك الشخص اللي انت تذللت له يو خضعت له، كل تذلل وخضوع لغيره تعالى هذا يعتبر شنو؟ عبادة له، وإذا هذا صار فأنت ايش راح تصير؟ مشرك. هكذا فهم توحيد العبادة، ورتب أثرا عمليا هم على هذا الفهم الكارثي، هذا الفهم الكارثي لمفهوم العبادة والعبودية. شو تريد تعبرها؟ معبر حتى تعرف عمق المشكلة وين، أساس المشكلة وين. أما نحن أتباع أهل البيت، إحنا من البداية هم قلنا هذا التعريف ما يبقي حجر على حجر، إذا كل تذلل لأحد ما يعتبر عبادة له، حتى الأنبياء هم راح يوقعون وين؟ في الشرك. حتى الأنبياء، حتى الأنبياء راح يعبدون غير الله،
مو بس الروافض والشيعة، لأنه الملائكة هم راح يقعون بالشرك، حتى الملائكة هم بالشرك، لأنه أكو شيء بالدنيا أكثر تذللاً من السجود؟ ليش ما تجاوبني؟ ماكو. زين، نص القرآن الكريم يعقوب وأولاده شنو سووا ليوسف؟ سجدة. نص القرآن الكريم. هسه لو القضية واردة برواية يجي يقول لي هاي الرواية عندك يو عندي، صحيحة يو مو صحيحة، صححها الذهبي والألباني لو لم يصححها، ما يحتاج. هاي الهوسة كلها ما يحتاج. القرآن الكريم نصوص واضحة وصريحة أن يعقوب وأولاده سجدوا ليوسف. أكو شيء بيتذلل أكثر من السجود؟ جاوبني. ماكو. فإذا صار كل تذلل لأحد ما سجود له، فمعناه يعقوب عليه السلام النبي ابن النبي ابن النبي هم سجد، يعني عبد غير الله تعالى وصار مشركا في الواقع على تعريفك. الشكل زين. رب العالمين شنو يقول تجاه الأبوين؟ ببالكم الآية وما يقول مو إحسانا بتذلل، اخفض لهما جناح الذل. أطلع الله يقول جناح الذل، جناح الذل. زين، إذا كل تذلل لأحد ما لشخص ما ويساوي عبادة له، زين هاي هنا جناح الذل أمام الأبوين شو نسوي لها؟ معناه رب العالمين قاعد يدعونا إلى عبادة غيره في الواقع على تعريفك. شو عبر عنه؟ المجزوء، ما شو نعبر عنه؟ أحادي النظرة، المقتطع، ما يعطي صورة كاملة، ما شو نعبر عنه؟ شو تعبر عنه؟ ما عبر. مو هذا التعريف لما يكون بيه مشكلة النتائج تكون كارثية. الله وكيلك على هذا التعريف. الجندي بالشارع لما ياخذ تحية للضابط مالته يعني شنو؟ يعني عبد من دون الله. وش راح يصير الأمور يعني؟ لا تشرح سر الأمور. هاي التعريف لما يكون به مشكلة، هاي النتائج. ما ولهذا قلت لك ما راح يبقى حجر على حجر. زين، تعال عوف البشر، تعال للملائكة، سجدوا الآدم يوم ما سجدوا الآدم. هسا أكو واحد ينكر عن الملائكة سجدوا الآدم، الآدم الآدم بأمر الله، بس الآدم القرآن الكريم يقول الآدم. شون الملائكة أشركوا عبدوا غير الله؟ الله أمرهم بعبادة غيره. شو من كلام هذا؟ هذا شنو من فهم للعبادة؟ هذا شنو من فهم هذا؟ زين، في سورة المائدة إن لم تخن الذاكرة، خلنا نتعاون أنا وياكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم بعدين شو يقول؟ أذلة، أذلة على اليمن، على المؤمنين، وأعز على اليمن. زين زين، لما ذول يحبهم ويحبونه، أذلة على أذلة على المؤمنين، يحبهم ويحبونه، شلون يعني؟ إذا كل تذلل لغير الله تعالى يساوي العبادة لغيره تعالى. زين، شلون ذول يحبهم ويحبونه وهم من صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين؟ شلون؟ تعالوا فهمونا، وهاي تعريفكم بمشكلة. ما يبقي حجر على حجر، كما قلت ما يبقي حجر على حجر. لا يسلم منا نبي، ولا يسلم منا ولي، ولا يسلم منا إنسان عادي، ولا يسلم منا ملك، ولا أبدا أبدا ما يسلم منا أحد. نحن أتباع آل البيت قلنا مو بهالشكل هذا. إحنا إيش قلنا؟ قلنا العبودية تذلل صح، وخضوع صح، مع الاعتقاد الداخلي بأن هذا الذلله وأخضع له هو شنو؟ إله ورب ويستحق العبادة. هاي النية هم تكون موجودة، أكو ضميمة بالتعريف أن هذا اللي قاعد أخضع له وأذلل له شنو؟
إلاح، هذا إذا اعتقدت والعياذ بالله لغير الله تعالى فهو شنو؟ شرك. أما لا، إذا هذا اللي ذللت أمامه، ذللت أمامه لأنه قريب من الله ولأنه مؤمن، ولما يكون مؤمن رب العالمين بذيك الآية اللي مدح بيها اللي يحبهم ويحبونه قال ذولا شنو؟ أذل على المؤمنين. يو والدي مؤمن وكذا وإلى وانا ذلل بهالمعنى هذا، لأن الله تعالى أمرني بذلك جناح الذل من ال... فبهالشكل هذا أنا أذلل كما أمرني الله تعالى، فهذا يصير عين التوحيد وقلب التوحيد، لأن هذا فعلي هو امتثال لأمر الله تعالى، وأنا ما أعتقد هذا إله ولا أعتقد هذا ربي ولا أعتقد هذا إلهي، أنا أعتقد هذا عبد من عباد الله بس، يولي لأنه عند جاه عند الله فرب العالمين هم أمرني بالتعامل معه بشكل خاص، يولي أنه والدي، يولي أنه كذا، يولي أنه كذا، يولي أجل إيمانه كما ذكرت الآية، يولي غير ذلك كما ذكر القرآن الكريم، وأنا أتصرف بهذا الشكل، هذا بعد يصير عبادة لغير الله؟ لو هذا أصلا يصير عبادة لله؟ شوفوا الفرق بين فهمنا لهذا التوحيد وفهمهم بذاك، يسمى توحيد. شبابنا هاي الأمور كون يلتفتوا لها. على أساس تعريفهم المغلوط، وقوفنا على مراقد الأئمة هاي عبادة الأئمة هدموها، ما أدري إيش شرك وكفر سووه ساووه، هذا قتلوه ذا، ما يعني هو فاهم الأمر بشكل مو صحيح. تعال أنا هم ابتلي بفهم مو صحيح ولا أدفع ثمن، يعني على مستوى نفسي كون أدفع ثمن، وعلى مستوى تراثي كون أدفع ثمن، وعلى مستوى مراقدي كون أدفع ثمن، وعلى مستوى مقدساتي كون أدفع ثمن، ودفعنا عبر التاريخ هاي الأثمان كلها دفعناها إحنا. إحنا دفعنا ثمن مو فقط أنفسنا، مو فقط أنفسنا، دفعنا ثمن أنفسنا، ودفعنا ثمن مقدساتنا، ودفعنا ثمن حتى تراثنا. هذه بغدادكم الطيبة، اسألوها عن مكتبة الشيخ المفيد رحمة الله عليه، تدرون زعامة الحوزة بزمن النواب الأربعة الخاصين رحمة الله عليهم رضوان الله تعالى عليهم، عثمان ومحمد والحسين وعلي، نعم وعلي، هذول الأربعة الكرام. زعامتنا كانت في بغداد قبل انتقالها إلى النجف في زمن الشيخ الطوسي، كانت في بغداد الزعامة، زعامة الشيعة في بغداد، وبغداد هي الحاضرة للشيعة، وأسر الشيعة العريقة هي في بغداد. أسرة نوبخت، النوبختيون وغيرهم، ذول من أكثر الأسر البغدادية أصالة وعراقة، وهاي الأسر شيعية. اسألوا التاريخ، اقروا التاريخ، شوفوا هذا كلامي دقيق مو دقيق، ابحثوا ابحثوا. زين، من بعد النواب الأربعة رحمة الله، حتى الشيخ الكليني هم كان شنو بزمن النواب؟ الشيخ الكليني كان وين؟ يعني مستقر الأخير في بغداد، وتوفاه الله في بغداد ودفن في بغداد، والشيخ الكليني يمثل رمز من رموز الشيعة في الواقع. زين، الشيخ المفيد رحمة الله عليه، شيخ مشايخ الشيعة في بغداد، الشيخ المفيد وبغدادي شيخ مشايخ الشيعة. إذا سئلت عن شيخ مشايخ الشيعة فقل هو المفيد رحمة الله عليه، اللي هو أستاذ السيد المرتضى زعيم الطائفة من بعد المفيد، والسيد المرتضى أستاذ الشيخ الطوسي زعيم الطائفة من بعد المرتضى، يعني الشيخ المفيد هو أستاذ شيخ الطائفة. حجم الشيخ المفيد رحمة الله عليه، الشيخ المفيد كان عنده مكتبة هنا في بغداد عظيمة عملاقة، بها آلاف المخطوطات القرن الثالث والرابع ولعله الثاني، يعني ما تقدر بثمن مكتبة الشيخ المفيد، ما تقدر بثمن، وكل أمة تحترم نفسها تحافظ على تراثه. الشيخ المفيد توفاه الله
أخذ الزعامة المرتضى أخو الرضي جامع نهج البلاغة الشريف الرضي، ولعلم الأحبة الشريف الرضي والشريف المرتضى الإخوة بينهم وبين المعصوم نسب قصير. أنا على ذاكرتي قديم قاري تاريخهم وحياتهم، لعله أربع ظهور، ما الحدود بينهم وبين المعصوم، يعني النسب كل شنو كلش غريب بين الشريف والشريف، وهم تلمذوا على إيد المفيد رحمة الله عليه. الخلاصة أخذ الزعامة وقعد على كرسي التدريس مال الشيخ المفيد السيد المرتضى علم الهدى، ومن بعد الشيخ الطوسي صارت مشكلة بزمن الشيخ الطوسي اللي على أساسه انتقل إلى النجف، وصارت هالحوزة العظيمة الكبيرة أرجو من الله أن يعزها ويحفظها ويديمها ويبقيها ذخر لشيعة أهل البيت بجاه محمد وآله الطاهرين. هاي حوزة العلم والعلماء، حوزة الخير والبركة، حوزة الأساطين، حوزة الأم للشيعة. مولانا بزمن الطوسي رحمه الله اجوا المكتبة الشيخ المفيد رحمة الله عليه، شالوها ذبوها بدجلة بحيث كتب التاريخ تقول نهر دجلة بقى كذا يوم لون مخطوطات المفيد. احنا تعرضنا الى إبادة مو فقط على مستوى انفسنا، ائمتنا، علمائنا، جمهورنا، على مستوى تراثنا، على مستوى مقدساتنا، على مستوى حضارتنا، على كل مستوياتنا احنا نتعرض لإبادة. على شنو؟ على فهم مغلوط، اساسه فهم مغلوط. نتعرض الى ما نتعرض له، وبقينا محافظين على سلميتنا، بقينا محافظين على تعايشنا السلمي، بقينا محافظين على حلالنا وحرامنا، ولا بد هم نبقى على ذلك الى يوم القيامة. أي خيار آخر غير الالتزام بالحلال والحرام والضوابط الشرعية، تعايش السلمي، الرجوع للفقيه الجامع للشرائط في كل أمورنا، أي خيار آخر ما عندنا. هاي نخلي تكون واضحة لأتباع أهل البيت، ماكو واحد بكيفه يتصرف، عندنا ضوابط وعلى أساس الضوابط نتوقف ونتحرك، ما عندنا شيء آخر. هذا طبعاً الكلام أقوله للإنسان المنضبط، الإنسان اللي همه دينه، يريد يحافظ على دينه. أما الإنسان المنفلت شو شغل بيه؟ أنا أتكلم هنا مع المتدين الحقيقي اللي يريد يحافظ على تدينه إلى آخر الخطوة، يكون من الناجين إن شاء الله تعالى يوم القيامة. المؤمن الحقيقي هالشكل، دينه حلاله حرامه انضباطه، قمر العشيرة يوم عاشوراء، إني أحامي أبداً عن ديني وعن إمام صادق اليقيني. أنا شي يقول للحسين أسوي إمامي، مو العباس لما يكون شجاع فكل شي يسوي بكيفه، لا مشكل انضباط كامل بإمام زمانه عليه السلام. وهكذا أصحاب الحسين ميزتهم هاي، حتى كان يتقدم للقتال ما يتقدم، حتى القتال يجي الإمام زمانه تأذن لي سيدي أبا عبد الله، شوف شلون انضباط مذهب آل البيت، انضباط، مو كل من كيف، عندنا حلال وحرام وعندنا إلى آخره. الله يجعلنا وإياكم من الناجين إن شاء الله تعالى، خصوصا في هذا الزمن الصعب اللي نعيش به إحنا، زمن الغيبة الكبرى والأيام الصعبة والفتن والأحداث والمشاكل، واقعا يعني الآن الحفاظ على الدين يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى إرادة وعزيمة، وإن شاء الله كلكم من أهل الإرادة والعزيمة إن شاء الله تعالى. أرجو من الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وأنفسكم إن شاء الله تعالى، ويرحمنا برحمته الواسعة، وما يخرجنا من هالدنيا الدنيا حتى يرضى عنا إن شاء الله تعالى. أي توحيد العبودية، نحن نعتقد يا أبا هذا اللي أنا أخضع أمامه، هذا أنا أعتقد به إله من دون، أعوذ بالله، أستجير بالله، أنا أعتقد به عبد من عباد الله. أنا أوقف على الحسين أقول له أشهد أنك قد أقمت وآتيت الزكاة وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، التميستك وكرامتك يا أبا عبد الله من قربك لله تعالى، هذا قربك لله يرتب علي آثار أنا أكون أديها. مثل شنو هاي الآثار؟ وضح بعضها القرآن الكريم،
لا ترفع. مثلا مثال هاي تدل على شنو؟ على أن لهؤلاء شأن خاص. هذا الشأن الخاص يجب أن يحفظ. كيف يحفظ؟ من خلال ممارسات معينة. باوعولي عينكم وياي ممارسات ما. مثلا القرآن الكريم لا ترفعوا أصواتكم. ليش؟ يقول هذا سيد الخلق، من تقعدون يم احترام تقدير. آية من الآيات تقول عزروه، عزروه بمعنى عظموه. زين رب العالمين من يمدح بعض الناس إذا عظموا النبي صلى الله عليه وآله، تعظيم النبي شلون يصير؟ إلى صور وما إلى صور، إلى صور، إلى كيفيات. رب العالمين أمرنا ببر الوالدين، بر الوالدين إلى طريقة واحدة وطرق. جاوبوني، طرق بعد طرق. هكذا عزروه عظموه لرسول الله صلى الله عليه وآله، بحيث مولانا أمير المؤمنين، هاي اللي ما يفهمها إلى آخره، إمامنا أمير المؤمنين، الرواية في الكافي، أنا مسؤول أمامكم، هاي متأكد مسؤول أمامكم، يقول أنا عبد من عبيد محمد. عبدون والعياذ بالله، يعني أمير المؤمنين يعتقد بالنبي أنه إله وهو عبد. أعوذ بالله، أعوذ بالله، علي بن أبي طالب عبد لله تعالى، بل بمعنى هاي العبودية الحقيقية. هناك عبد بمعنى أنا مطيع لرسول الله، أنا تابع لرسول الله. هاي عبر عن القرآن في من عبادكم، أصل القرآن يقول من عبادكم، يعني والله أنا أتعجب ذولا شفاهين من القرآن، يقول من عبادكم، القرآن كان يقول من عبادكم. من عبادكم يعني شنو؟ يعني إحنا إله لهم، يعني خدمكم. هالمعنى شنو المشكلة؟ فإذا تعريف توحيد العبادة يكون هم إلى ضميمة داخلية، نية داخلية، أن أنا هذا أخضع له بأي عنوان أخضع له، أخضع له أنه إله أعوذ بالله. إذا كان مخلوقا مهما بلغت مرتبته، انظر قريب من الله تعالى، أقول له بجاهك عند الله اشفع لي عند الله، ما بي مشكلة. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. الطريف من أقول له ولو أنهم ظلموا جاءوك، يقول لي هاي بس بحياته، يعني بحياته تصير توحيد، وبعد حياته شو تصير؟ هو لو توحيد يو شنو؟ يو شرك. بعد شنو حكي هذا؟ شو الكلام هذا؟ زين إذا هاي بس بحياته، من واحد يم قبر النبي يصيح بصوت عالي السلام عليك يا رسول الله، ليش تقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ خلاص بس بحياته. إيش معنى هاي الآية حتى بعد مماته؟ وذيك الآية بس بحياته. خلاص اثنيناتهم لو ناي ولا موجي ولا، جاوبوني الآن. من واحد صوت يم صاح لا ترفعوا أصواتكم، لا ترفعوا أصواتكم، خلاص بس بحياته. ليش بعد وفاتهم لا ترفعوا؟ طبقها. بس من تقول له ولو أنهم الضيق، يقول لك لا هاي بس بحياة. يعني التوحيد بالحياة يصير شرك بالممات. أنا حكي هذا ما أفهمه حقيقة، كل ما أريد أستوعب أفهمه. والتوحيد توحيد، والشرك شنو؟ شرك. حياته مو حياته، الشرك شرك، والتوحيد توحيد. ابتغوا إليه الوسيلة شنو؟ ابتغوا إليه الوسيلة شنو؟ وغيرها من آيات كثيرة في هذا المجال. شنو؟ بقى عندنا توحيد الأفعال. طبعاً أنا سم أكفت قضية، سما دام دخلنا بهذا الموضوع الوقت كل شمشارف على الانتهاء. وما شي يسوون بعضهم ذولا أهل التكفير، هاي هم أردت في شبابنا إلها حتى لسر شبهة على شبابنا. فضائيات التكفير ومواقع التواصل يطلعون بها بعض الجهلة منهم ويحجون، مثلا يطلعوا لهم واحد شيعي يقول له يا أمير المؤمنين يا كذا اشفع لي لآخري، يجيب عليه آية إن الذين يدعون من دون الله، يجيب هاي الآية يدعون شنو؟ من دون الله. جواب بسيط، أنا أدعو بأمر الله مو من دون الله. فالآية ما تنطبق علي، تقعد تدلس. ومثال ذلك الواضح في القرآن، بس باوعولي مثال ذلك الواضح في القرآن،
القرآن يذم اللي يتخذون من دون الله أولياء. باوعلي يذمهم لو ما يذمهم آلات. مو السنة العشرة الأخيرة من شهر رمضان طرحت 10 أيام الولاية في ثقافة القرآن الكريم للأحبة التابعة المجالس، الولاية في ثقافة القرآن. 10 ليالي أسولف بالولاية بثقافة القرآن وجبت هاي الآيات. إن كذا يتخذون من اتخذوا من دون الله أولياء، اتخذوا من دون الله أولياء. سؤال، محمد هو الله لو عبد الله؟ محمد إلى ولاية علينا لو ما إلى ولاية علينا؟ زين شلون تقول إلى ولاية علينا وتتخذ من دون الله أولياء؟ شلون هاي ادعونا من دون الله؟ ما أدري قاعد أقدر أوصل فكرة أو ما قاعد أوصل. جواب، مو الله بالقرآن قال لي إنما وليكم الله، فالله قال محمد مو من دون الله، محمد ولايته بإذن الله وبأمر الله. هنا نفس الشيء، يدعون من دون الله، لا أنا أدعو بأمر الله. هو قال ابتغوا إليه الوسيلة ولو أنهم ظلموا جاءوك، أنا بأمر الله. من دون الله ما ينطبق علي، من دون الله ذول اللي اجوا للأصنام قالوا تقربنا إلى الله، هذا من دون الله. الآية تنطبق هناك مو هنا. مثل موضوع الولاية تماما، أنا أعتقد محمد إلى ولاية علي، وأمير هم يجيب لي آية اتخذوا من دون الله أولياء، أنا مو من دون الله أولياء، أنا بأمر الله أولياء، إنما وليكم الله ورسوله بعد وليكم والذين آمنوا أولياؤكم، فأنا بأمر الله عندي أولياء مو من دون الله. أنا هم نفس الشيء، يدعون من دون الله الأصنام زلفة، أما أنا في علي بن أبي طالب أقول له اشفع لي عند الله، هاي بأمر الله ابتغوا إليه الوسيلة. فرق بين موردين لا يصير تدليس. هاي هم فد مسألة مهمة، أحبابنا كون يلتفتون حتى يسمعون هاي الآية، لا يخاف يتصور، لا أبدا مو شكل، مو شكل. بما تبقى من الوقت بقى عندنا توحيد الأفعال، يعني كل ما يجري في هذا الكون بولاية من؟ بولاية الله تعالى. طبعا توحيد الأفعال توحيد خالقية، الخالق هو الله تعالى. توحيد ربوبية يدبر الأمر. هسه من يدبر الأمر؟ يدبر الأمر من خلال بعض مخلوقاته، الاعتقاد بذلك هذا مو شرك ولا كفر، لأنه هذا يدبر الأمر. قال عن بعض الملائكة فالمدبرات أمر، فأنا من أعتقد بتدبير الملائكة تدبيرهم في عرض تدبير الله أو في طول تدبير الله. في طول، لما يكون في طول توحيد مو شرك، هاي هم كنت تلتفتوا لها. الله يتوفى الأنفس، هناك يقول يتوفاكم ملك الموت، هسه الله هو ملك الموت. أنا من أعتقد ملك الموت يتوفى الأنفس، يتوفى الأنفس من دون الله أو بإذن الله، ماكو مشكلة، ماكو مشكلة. صاحبنا منك يخبطهم ما يفرق بشكل سليم وصحيح، وعلى أساس هذا الخطأ المنهج عندي يجي حاسبني وأنا مرتب الأمور بشكل سليم ومرتبهن بشكل سليم، مو أنا مبتكر هذا، لا والله أخذتها من القرآن والنبي وآل عليهم السلام، لأن أنا اللي أرجع لهم هم أهل العلم فرتبوا لي أموري بشكل سليم. ما إن تمسكتم بهما قرآن وعترة لن تضلوا، نبينا نشك قال عندي وعد غيري، هذا ثابت. هاي الأمور مراقد أمتنا تهدمت على أساس هذا الفهم المغلوط للحقائق، تهدمت. وإلا هي بيوت أذن الله أن ترفع تكوينا وتشريعا. وترفع في يوم من الأيام إن شاء الله تعالى، ترفع. نعم ترفع، نعم ترفع. إحنا مو أول مراقد تنهدم، حسين عليه السلام زمن هارون السفيه انهدم قبره ورجع، متوكل كم مرة هدم قبر الحسين وبقى فترة طويلة مهدوم ورجع. طبعا هاي تاريخنا، هاي مو أول قبر ينهدم لأمتنا عليهم السلام، حتى مثلا هدمت قبور أمتنا عليهم السلام بعدين هم رجعت، رجعت بعد أذن الله أن ترفع، رجعت.
السيدة زينب عليها السلام الرواية في كامل الزيارات، البعض يقول في حاشية كامل الزيارات، لم زين العابدين، رواية عجيبة. شنو من رواية؟ الله أكبر. شنو من رواية؟ الله أكبر. شنو من رواية؟ الله أكبر. شنو من رواية؟ غاصة بالأسرار، متخمة بالأسرار. زين العابدين يقول لما مروا بنا على جثث الزواج كذا، تبينت ذلك عمتي، تبينت ذلك كذا مني عمتي زينب، وقالت له كلام طويل 3 صفحات 4، أنا ما حافظ الرواية كلها. بعدين قالت له سينصب لأبيك الحسين، هذا شوف الآن مرمل بدمه تسفي عليه ريح الصبا، هذا أبوك، شوف هاي حالة عم علي. لأن الإمام يقول تبينت عمتي زينب كذا، روحي أن تخرج من جسدي، كادت روحي أن تخرج من جسدي، فتبينت ذلك عمتي زينب. الإمام يقول من مروني على الأجساد كادت روحي أن تخرج. فالإمام كلمته بما يقارب 3 صفحات 4 سيدة زينب العالمة، غير ما كلمته. واحدة من الأمور قالت لعمة: عهد الله لجدك محمد أن سينصب لأبيك الحسين علم بهذا المكان. والناس راحت قصده من كل مكان، هذا أبوك المرمل على التراب، اطمئن عم علي. وطبعا ويعلم سلام الله عليه، بس ريد صبره. قالت له اطمئن، هذا المكان راح يصير مزار عم علي. وقالت له حكاية أخرى، هاي الحكاية الأخرى قالت له هاي هم عهد من الله لجدك، أنه شما الدنيا تشتغل ضد الحسين أبوك الحسين يرتفع أكثر، ليشتهدن أئمة كذا إلى آخره. كل ما يشتغلون ضد الحسين الله وعد جدك الحسين راح ينتشر أكثر يكون أكبر. ورفعنا لك ذكرك إنا كفيناك المستهزئين يا رسول الله ويا ذرية رسول الله، إنا كفيناك المستهزئين ورفعنا لك ذكرك في بيوت أذن الله أن ترفع. وهي هاي البيوت الطاهرة، بيوت جعفر ومحمد الباقر وعلي بن الحسين والحسن بن علي والأئمة الأطهار عليهم السلام، رزقنا الله زيارتهم وخدمتهم وشفاعتهم. مثل ما قلت البارحة جاسرت بحضور سماحة السيد وخادم الحسين أخي الشيخ الله يحفظه خطباء المنبر، جاسر بحضورهم وبحضوركم، الله يعزكم جميعا ويحفظكم، وإن شاء الله دائما أرى هاي الوجوه بخير وعافية بجاه أئمة البقيع. ما أدري مرورنا على قبور البقيع همي البارحة ذكرني بزينب وشون مروها على الحسين، هسه الليلة ذكرني بشيء آخر. هاي لما نروح نزور أئمة البقيع ونشوف الحال ونتألم، قلوبنا تتألم، جعفر بن محمد الصادق إمام العلم والعلماء هالشكل، هذا حقيقة شيء يحرق القلب. جعفر بن محمد الصادق، الله أكبر، إمام العلم والعلماء جعفر، الله يرحم سيد كاظم القزويني عند موسوعة الإمام الصادق وصلت 65 مجلد، بس الإمام الصادق، مو كل أهل البيت بس الصادق. الآن المطبوع منها، أنا مسؤول أمامكم، المطبوع منها 65 مجلد، بس الإمام الصادق، كل قال الصادق قال الصادق، علم في كل مجال، 65 مجلد. قاعد تعرفون حجم المسألة؟ هذا طبعا بس جمع لتراث الصادق، مو شرح، جمع. ما الحكي واضح؟ هذا فقط جمع لتراث الصادق مو شرح. 65 مجلد وصلت الموسوعة، وهذا جهد شخص واحد مو مؤسسة، شخص واحد عالم من علماء الشيعة، واحد خطيب، هو خطيب منبر رحمة الله عليه سيد كاظم، صاحب الكتب المعروفة من المهدي إلى اللحد، سيد كاظم فاطمة الزهراء من المهدي كذا، الإمام المهدي من المهدي إلى الظهور وهكذا. أكو حرقة بقلب جعفر بن محمد، لأن جعفر بن محمد لم يعطى حقه من قبل هاي الدنيا وهاي الأرض مع الأسف. مفروض الناس تنصف جعفر بن محمد في كل الكرة الأرضية، لأن بكل شيء الدنيا مدينة جعفر بن محمد وعلوم جعفر بن محمد. ولهذا أتمنى أنتم كشيعة، هاي جايتنا ليالي الصادق، مواقعنا شوية خلي فالشيعة عن الإمام الصادق، رواية حكاية شيء، بس كون من مكانه الصحيح شوية، حركوا أنفسكم، جايتنا ليالي الصادق، من الآن نشر كل شيء عن الصادق، بس كون صحيح. مو أكو بعض هذا يتناول على الواتساب، بعض قال الإمام علي وما قال الإمام علي، حكي ما يليق بالإمام علي، الحكي يكون تأخذوه من مكانه، من مكانه، ونشروه عن جعفر بن محمد، خلي الناس يشوف شنو جعفر بن محمد. الله يجزوكم خير. الشيء الثاني اللي طولت هواي،
اللي أريد أذكره بخدمتكم يعني الليلة أنه ذكرته لما نروح على قبور البقيع ونشوف حالها. نذكر شيء ثاني مو بس اللي ذكرناه البارحة، أكو شيء ثاني نذكر. البارحة الشيء ذكرناه زينب مروها على جسم الحسين، احنا نشوف قبور نتألم لما شافت جسم أخوها ايش صار بيها. الشيء الثاني لما رجعت الكربلاء وكانت مشتاقة لزيارة الحسين، والسجاد تدرون ايش كتب على قبر الحسين؟ هذا قبر الغريب العطشان. هيك كتب المسلم، هذا قبر الغريب العطشان الحسين رسول الله. خلاصة فزينب كانت مشتاقة لقبر الحسين. زينب من اندفن الحسين ما شافت قبره، ما شافت، كانت بالكوفة، فكانت شي فد أمنية بقلبها تشوف قبر الحسين شون مدفون أخوها، وجابها السجاد عليه السلام. شاعر يقول حين اللي وصلوا ليه الضعن مال، غدا يطايحن من فوق الجمال. حين اللي وصلوا ليه الضعن مال مال مال، غدا يطايحن من فوق الجمال. خوات حسين ويصيحن يا جمال. والله خوات حسين ويصيحن يا جمال، نوخ النوق راح تموت الأطفال. هي الناقة ينوخوها وصعب تنزل منها، شلون هي واقفة؟ يا بنوخ النوق راح تموت الأطفال. بعد شي يقول الشاعر؟ ودارا على حسين منين ما كان، دارا نسوان يا بدارا على حسين منين ما كان، اثنين ويا الحرم لحسين نسوان غير الفاجدة ونسوان الاخوان، وسوان يبا ابو السجاد ميدان. يا ابا ميدان ميدان قعدت يم قبر الحسين. الله يرحم شيخ خالد الكربلائي، قعدن يا ام ابو اليمه ينحبن. مو هذا تراثنا وهاي حضارتنا الحسينيه؟ قعدن يا ام ابو اليمه ينحبن، سكنه تعدد الهن وهن بجن، الرباب تصيح بالله حيل اطمن. هاي اللي بقت سنة بعد الحسين وماتت، بس تظلت تحت سقف دار وما طولت سنة وماتت. الرباب أم الرضيع سنة وماتت على الحسين، كمدا وحزنا على الحسين، بحيث ينقل، ما أدري ينقل، أنه واحد من عزيز العابدين يقول لي يا ابن رسول الله مو عادتكم تعاقبون الجارية؟ الإمام قال طبعا مو عادتنا. قالت يا هاي ليش المرأة قاعدة بالشمس؟ قال لها هاي مو جارية. منو قال لها؟ هاي الرباب زوجة الحسين آلت على نفسها ألا تستظل تحت ظل دار، إلى أن سنة ماتت. زينب سنة ماتت، الحسين قتلهم، مصيبة الحسين قتلتهم، ما حد طول بعد الحسين، ماتوا أهل البيت. الإمام الرضا جاء بعد الحسين بسنين يقول إن يوم الحسين أذل عزيزنا، يقول أقرح جفوننا أذل عزيزنا. حسين هذا أذاهم ما مثل يومك يا ابو اليمة، جرى على رمح راسك وجسمك عثر، اش حال قلب اختك الجسمك تنظر، وما يدلوها الشريعة وينها. زين بجت على الحسين قام تنظر يمينا وشمالا. زين العابدين قالها عمه طريق كله قبر اخويا، قبر اخويا، هذا قبر اخوك، شو تباوعين اشتردين؟ قالت له قبر كفيلي وين؟ الحكاية شلون؟ قالها عمه العباس على العلقمي مكان قتلت فنت. قالت روح انا وياك؟ قالت له لا مو انا وياك، تدري النسوان تفرقا على قبور احبابهن. قالت للنسوان كلهن يعوفن قبور أحبابهن ونروح. صاحت يا الحرم قوم نمشينا لعد اللي تشفنا منه.
يا بني ريده يقوم ويردنا الوطن، ومثل ما جابنا البينا يتوزم، مثل ما جابنا ابو فاضل. يا بني جيتك للنغر ما قاطع الياس، بل كان بيك القى من الرجل فاس، وانخاك وتشد حيلك يا عباس. ومثل ما جيت ارجع رافع الراس، ولا تقبل يا اخويا تشوفني الناس. عجل فرج مولانا يا الله، جعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه. صاحب الزمان، انا اكو ابيات احبهن صاحب الزمان، مو مصيبة بس هن ندبة الإمام زماننا، هواي أحبهن. شاعر يقول له للإمام، يقول له علقنا الضلوع شموع وفرشنا جفن العين، وقمنا لجل ملقاك نتلاوى ويا البين. خبرنا يا سباح قلبي بمكانك وين، يم البقيعة نوح لو يمضري. أبا عبد الله، يم البقيعة نوح، يم البقيعة نوح لو يمضري. حسين دور شي يقول للإمام، يقول لعد العرب عادات وامثال مضروبة، قلب اللي يحب ما يطيب إلا ويا محبوب. وقلب الفقد محبوب نيران منشوبة، وانت هجرت عشاق دمعتها مسجوبة. دور شي يقول له، لما يجن الليل نركض ندور عليك، وشلنا بديان ارواح ونريد نوصلي، نغطيك بالأرواح خاف الحزن ياذيك، يا المنسي بين الناس ياهو ليفكر بيك. عجل فرج إمام زماننا وجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه. اقضي حوائجنا، اشفي مرضانا، يسر أمورنا، كفنا شر الأشرار كيد الفجار، طوارق الليل والنهار بمحمد وآله. المؤسسون تقبل مجلسهم، أوصله إلى إمام زماننا، اكتبه في صحائف أعمالي. إلى أمواتهم أمواتكم، أموات شيعة أمير المؤمنين، علمائنا الماضين، خدام الحسين، ذكرنا شيخ هادي رحمة الله عليه، ذكروا بالفاتحة، شيخ عبد الزهراء الكعبي، سيد جاسم، شيخ أحمد الوائلي، بقية خدمة الحسين. إلى أمواتهم جميعا رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة مع الصلوات.